عندي 5 كوبايات من اللبن بتاع عشان اعمل سوبيا، 5 كوبايات من اللبن، بحط كوباية على النار تغلي. هنا اول خطوة اهي، اول خطوة قدامك اهوت يا عم حسني، كوباية من اللبن حطيتها على النار، بعد ما تغلي اديها 2 معلقة من جوز الهند الايه المبشور التخين ده يا حسني، جوز هند المبشور التخين ده، تمام، ويغلي معايا عشان اطلع روح الجوز الهند، واسيبها بعد ما تغلي تبرد، وبعد ما تبرد هصفيها، واخد كوبايه تانية يا حسني من اللبن احطها، واجيب 2 خبز من الخبز الفيني، واخد اللبابه بتاعته. تعالى هنا كده يا عم حسني، ادي اللبن عندي سخن، واللبابه بتاع الخبز الفينو بتاعتي، عشان الخميره اللي فيها هي دي اللي هتفعل لي الايه السوبيا بكل تفاصيلها. تمام، جاهزه كده عندي يا عم حسني، لبن سخن على طول جاهزه، خطواتك كده كلها قدام. يبقى ديت عشان الحلو، اركنهم كده يبردوا، وهنا اللبن ده بعد ما غلي اللي فيه جوز الهند اركنه يبرد واحده واحده كده اهوت. خد بالك من التركه دي، ركنت اللبن اللي فيه روح جوز الهند يبرد عشان اصفيه، وركنت اللبن اللي فيه الخبز يبرد عندي عشان افعل الخميره فيه. تعالى بقى نرجع لل3 كوبايات اللبن الباقيين عندي من ال5 كوبايات، خدت كوبايه لجوز الهند وكوبايه للخبز، ادي 3 كوبايات من اللبن. اجيب جوز الهند بعد ما يبرد يا حسني، خد بالك من التريك اهو، جوز الهند بتاعي بعد ما يبرد اصفيه عشان اعمل اول حاجه الحلوه. اصفي جوز الهند بتاعي كويس بالمعلقه كده عشان اطلع روح جوز الهند. تفاصيلك يا عم حسني، واحده واحده كده. وجوز الهند ده يا عم حسن اعمل فيه ايه؟ حضرتك تحمصيه في الفرن وتستعمليه تاني، ودي بالك من التركه دي ما ترميش. بعد ما ينشف تحمصيه في الفرن وتايه وتستعمليه في الحلويات، في ام علي، في اي شيء تزيني بيه كل حاجه. لان جوز هندي طعمه حلو جدا المبشور التخين ده. تمام؟ تعالى بقى كده يا حسني نقلب اللبن اللي خد روح جوز الهند. تمام؟ وبعد ما خد روح جوز الهند اجيب له اللبن اللي فيه الخميره اللي فيه الخبز. تمام كده اهو يا عم حسني، واقلب فيه كده يا حسني عشان ادمجهم كويس قوي. واحده واحده معايا كده عشان اعمل لك احلى سوبيا مزه بتفاصيلها وتكون مترتبه. 5 كوبايات من اللبن، بتاخد كوبايه تحط فيها روح جوز الهند اللي على جوز الهند الخشن، وبتاخد كوبايه تحط فيها لبابتين من الخبز الفينو بتاعك. وبعد كده وانت بتقلبي كده عندك، انا بعمل حلو عشان ايه نعرف الفرق بين الحلوه والمزه، اقلب كده واروح مطعماه يا حسني بمستكه، اروح حاطه له 2 حبات مستكه وهو سخن كده عندي، ولسه ما اديتلوش بقيه حاجاته عشان تستمتعي بيها. اتاكد ان بدا يغلي بعد ما خد جوز الهند والخبز عندي اهو قدامك اهو يا حسني، اروح مطعماه بربع كوباية من الزبادي السادة، واروح مطعماه بنص معلقة عصير ليمون، واروح مطعماه بنص معلقة صغيرة أسانس جوز هند. تمام يا حسني، ماشي كده تمام. لسه فاضل لي الرز المسلوق، وفاضل لي السكر، وفاضل لي في الآخر خالص ملح الليمون اللي هتديك المزازة مع الليمون مع الخميرة بتاعتنا. لأن التكنيك بتاع السوبيا ان هي بعد ما هنعملها وننعمها هنخمرها، هنسيبها في المطبخ متغطيه لمده ليله، وبعد كده نحطها في الثلاجه ونستعملها بعد ما تبرد. انا نعمت كل حاجه قدامك اهو، وبدات تتقل عندي عشان الخبز اللي موجود، واصنت جوز الهند بدا يطلع عليا، والزبادي مع الليمون. بعد كده يا حسني تعالى كده نشوف هضيف له ايه. عندي ربع كوبايه رز مسلوق نص سلقه عشان ينزل مادة نشوية فيه برضو. خطواتك كده كلها قدامك، واتأكد ان بدأ يغلي، وهو بيغلي كده والرز بتاعي بدأ يكمل سوا بتاعته. بعد ما بدأ يعمل القوام كده عندي ويتقل عندي اهو يا حسني، بديله ايه يا عم حسن؟ 3/4 كوباية من السكر، خدي بالك دي الحلوة، وادوب ادوب ادوب خالص كده قدامك، عشان بعد ما يغلي هديله نص معلقة صغيرة ملح ليمون. خد بالك من التركة دي، بعد ما يغلي
هديله نص معلقه صغيره، وباكد نص معلقه صغيره على 5 كوبايات عشان يتفاعل مع الزبادي ومع الرز ومع الخميره ومع عصير الليمون ويديك المزازه اللي انت عايزاها. ده الحلو اللي احنا هنقدمه بايه؟ بجوز الهند. لكن المزز هنقدمه بالقرفه. هنعمل لك بعد ما اخلص ده هعمل لك المزز عشان اضربه في الخلاط وانعمه، وبعد كده قدامك بتفاصيله وحركاته وتكاته. تعالى كده غلي عندي يا حسني. بص، اول ما غلي كده اديله معلقه صغيره ملح ليمون واقلب فيها واخدها على الخلاط عشان انعمه. حطيتها في الخلاط قدامك اهو. بعد كده يا عم حسني اخدها عشان اصبها واسيبها لمده، تعالى شوف الكثافه بتاعتها وهي نازله بسبب الخبز وبسبب الرز والخميره اللي اشتغلت واحده واحده كده معانا. ونجيب بقيتها عشان نعمل المزه بقى ونشوف الفرق بينها وبينها. قبل ما تتخفق قدامك الكثافه بتاعتها اهو، وبعد ما تتخفق هوريك كثافتها برضو. اجيبها انعمها في الخلاط. التركه المهمه وهي سخنه كده تغطيها عشان تفعل الخميره فيها وتفعل كل الجوز الهند والعصير الليمون والزبادي وملح الليمون اللي احنا اديناه في الاخر عشان المزاج. نعمت عندي خلاص. تعالى كده اهو يا عم حسني، ناخد الحاجات دي نصبها وشوف كثافتها كده قدامك يا حسني، قدامك يا جمال وحركاته، العرق بتاعها كده قدامك. يبقى اول حاجه الحلو، تعالى نغطي عليها كده يا حسني واسيبها في المطبخ متغطيه خالص عشان تخمر لمده ليله.